السلام عليكم البنات، كيف درتوا؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ جيتكم بالفيديو اللي بغيتوا، اللي طلبوا بزاف الاخوات، الفيديو ديال جوله في الدار اللي غادي نتحول ليها سامي بلاد زينين. واول حاجه البنات، ملي دخلت ليها لداري اول حاجه درتها هي ديك الله، هي القران اللي طلقته في داري، وهذه كان حاجه يعني ضروريه ملي تدخلوا لاي دار، باقي ما حطيتوش فيها لفراشكم ولا حتى شي حاجه، نطلقوا فيها كلام الله. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. غادي نبداو على بركة الله. بالنسبة للأخوات اللي بغاوني نشارك معاهم داري دار جديدة، مهم كنتمنى من الله تكون عتبة مباركة، تدخل علينا بالصحيحة والرزق وكل حاجة مزيانة. مهم هذه الدخلة ديال الباب البنات، كتدخلي أول حاجة كتلقاي هاد الكلوزيت، هذا كبير، شاد الحيط كامل، شتو واحد خور كاين هنا مع الدخلة ديال الدار في هاد الكولوار. هذا أول حاجة كتلقاو هاد جوج بلاكارات، شتو البنات، يعني بحال هكا بزاف، يعني الصبابط باقا كنخمم دابا اش ما غندير في كل بلاكار، واش غنحط صبابط هنا؟ ضروري غنحط صبابط هنا، كما كتشوفوا الدار كلها كاربيت، يعني خاصك تدخلي اول حاجه تحيدي صباطك. ومهم هنا النهار غادي نبغي ننظم البلاكارات وداكشي، اكيد ما غنشارك معكم كلشي. كنفوتوا البلاكارات كنلقاو الصاله بحال هكا، هادي راه كبيرة تقريبا الصالة بحال اللي كانت عندي، ولكن هادي كبيرة على الأخرى، شتو. المهم كدخلو كتلقاو هاد الكوان، هذا وكنلقاو هاد الصالة هنا، شتو البنات، ان شاء الله يعني اتساع موجود الحمد لله. شوفوا البالكون قداش حيت كله، ماشي بالكون، هذا راه شرجم، هذا راه شرجم البنات، شتو، هذا راه غير شرجم كيطل على 395 على لوطوروس البنات. وكاين هنا هاد البلاصه هادي كما كتشوفوا سامي، فيها هاد البالكون الكبير، وغنجاوب بزاف البنات اللي قالوا لي واش غتسخايب داك الطله ديال البالكون، باقا هادشي ما كنعرفش نحلو، الله ما عرفتش كيفاش كيتحل. طيبين عفاك حل لي هاد، حل لي هاد البالكون كيفاش كيتحل، والله ما عرفت، حل لي، حل لي عفاك، عفاك غير دور. رجعت رجع شو البنات، واحد البالكون كبير دار الاولى. وهانتو البنات، انا راه اول حاجه كنفكر فيها هي الطلة، ها البيسين ها الجردة، وزايدة عليها المنظر ديال لوطوروس. اول حاجه كنفكر فيها هي الشوفة، راه الشوفة هي كلشي، والعلا دايما كتقلب على العلا. حنا فين كنا ساكنين؟ كنا ساكنين، يعني هادي ال هادي الكونترا اللي كتكون بين نتاع الدار، شتوها دابا حنا الحمد لله حنا هنا الدورة ديالنا المدرسة ديالنا، يعني ما كايناش عندنا هاد المشكل. ما عرفتش واش كتسمعوني ولا لا، بعدا مع الطوموبيلات، شتو البنات. وال دايما كنمشي انا كنقلب على الديور اللي كيكونوا في القنت، بحال في القنت، يعني ما كتكونيش متكية على جيران ولا شي حد، كما كتشوفوا هذه هي الدار ديالنا، يعني جايه كامله بحال هكا مدوره دايره تلهي، يعني ما حدانا حتى شي حد، ما ملاصقين مع حتى شي حد. البنات ديال فيرجينيا راه كيعرفوا الوطن هايتي، حنا راه منفصل، مرحبا بكم البنات اللي عرفوا العنوان، مرحبا و ألف مرحبا.
لا لا غادي يدخل سامي، غادي يدخل، غادي يدخل، غادي يدخل، دخل سمتي. ندوزو دابا للكوزينة. الكوزينة البنات كما كتشوفوا هي هذه، جات ما جاتش بعد بحال هذيك اللي كانت عندي، كانت عندي طويلة، هذه جات مربعة. شوفوا البنات جات مربعة زوينة، دايرة كلها بالبلاكارات، يعني عندي فين نظم. وبقات هنا هاد البلاصة هنا بحال هكا، بغيت ندير شي سالا مونجي صغيرة ولا شي حاجة بحال هكا، ديال ربعة ديال الكراسة ولا. أنا خايبة واخا هاديك. شوفوا البنات اولا ندير الفريغو، انا عندي الفريغو، المهم مازال كنفكر نضحكوا معايا البنات. اول حاجه جبت في ايدي لهاد الدار القديد خويت الفريغو باش غادي نغسلو رصا خويته باش غادي نغسلو، وجبت داكشي اللي فيه جبته هنا كما كتشوفوا لاكارات يعني كبار، داكشي شتو كبار داكشي اللي عندي فين نظم على راحتي طاجرات كلشي. لاحظت بعدا حتى لاحظت اللي كانت عندي في الدار الاخرى انا اللي كنت شاريها هنا، بعدا ما غاديش نجيبها، غادي نحيدها عندهم في هاد الدار. ومسلوحة شتو الدار كلها، يلا مسلوحة، يلا مسلوحة الحمد لله. شي راه باقا خصني نقلب كيفاش يخدم، ما قداش تخربق فيه واخا. المهم البنات دابا غادي نمشيو للجهه اخرى. اللي عجبني كاع اكثر في هاد الدار هي بحال اللي مقسومه، انا غنوريكم، انا نرجع لكم الباب باش تعرفوني علاش كندوي ها الباب. دابا هادشي اللي وريتكم كاين في هاد النص، يعني الصاله وصاله مونجي وفين غندير الجلسه والبالكون كلشي كاين في هاد النص. وفي هاد النص هذا هنا فين كاين البيوتات النعاس وداكشي. اول حاجه ملي كندخلوا لهاد الكولوار هذا حتى هو كذلك في واحد البلاكار، او ما وريتكمش حق هاد البلاكارات من الداخل، هادو اللي على الدخله ديال الباب. هذا وجهدو، شوفوا 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 شحال كبار شتو شحال كبار كبار يا بصح. وهذا حتى هو يعني كبار ديال تبراد القلب، نلقي فيهم اللي بغيتي. ندوزو ثاني كيف ما قلت لكم لهاد الجهه الاخرى. هنا اول حاجه كنتصادفوا مع هاد البلاكار هذا، بحال هكا الفاطيل مانا داكشي ديال التنظيم. المهم عندي البلاكارات عندي، نبدا كيف ما بغيت في التنظيم وهنا مع الدخله هنا دايرين حمام، هذا حمام غيكون حمام عائلي يعني ديال كلشي كما كتشوفوا. كلشي يلا مصلوح كما كتشوفوا، كلشي حاجاكم طواليت وداكشي كلشي باقي جديد. المرايا هذه بحال اللي كانت عندي في المغرب وبدلتها وحيدتها ما عجبتنيش. شي كلشي كلشي يلا مصلوح كلشي جديد، فوجات ديال الارض يعني كلشي جديد الحمد لله. ودايرين هنا هذه ديال كتشوفوا واش كتحل بعدا، كتحل ديال الدواء وداكشي. هذا بالخصوص الحمام كما قلت لكم اللي غيكون ديال زعما جا عندك شي حد ديال كلشي. غادي ندوزو دابا اول بيت غنوريكم بيت الدراري، حيت هذا هو بيت الدراري كما كتشوفوا، جاتو عنده نفس الطله ديال البالكون. شتو البنات نفس الشوفه، لا مامي لا جات خاصني هادشي عاد خاصنا نخدم عليه انا وبابا كتشي ديال الشراجم. شوف البنات بركي بقشش في الشرجم باغي يحلو. شتو الشوفه ديالو شحال جات زوينه على البيسين والجرده. وهنا البنات كما قلت لكم بيت الدراري، اختارينا فيه جوج بلاكارات، في بلاكار هنا وفي بلاكار تما. غادي نشوفوا هاد البلاكار، هذا هو الاول، وهاد البلاكار كنظن بحال اللي كانوا غيديروا له الخدمه ديال الدوش ولا ما عرفت شو الدفه ديالو وحيدوها ولا ما عرفت. كيجي بلاكار على هاد الشكل بحال هكا كبير، تاهو فيه ما يتنظم وما يتستف. والاخر كيجي هنا هذا كبير، هذا دار فيه واحد الدخله باش نوريكم البنات. شوف
كتدخلي وتعاودي تجيبي الدار. كبير كبير هذا، يعني الحمد لله ما عنديش المشاكل ديال البلاكارات وهذا كبار. هذا كيبقى البيس ديال الدراري. غادي ندوزو البيس ديالي، هو هذا البنات كما كنشوفو. شوفوا اول حاجه الطلة الايطالي هي كلشي، الطلة ديال الشرجم هي كلشي، حتى هي كدور على الدار القديمه. لطورت يعني كلشي عندنا الشرجم هكا كيشوفو في هاد في هاد الجهه هادي، ولكن عندنا الاخر ديال الصاله وقيلا ما وريتوش لكم، كيطل على على لوطوروت على من الجهه الاخرى. حتى هو فيه جوج بلاكارات كبار، هادو راه كبار كبار من هادو، هما اكبر بلاكارات اللي كاينين في الدار تجمعو هنا في بيت ناس. شتو البنات فيه ثلاثه ديال، فيه واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته ديال الدفات، وواحد اخر هنا حتى هو فيه باقا ما شفتوش صراحة كان في ربعة ديال الدفات. شفتو البنات واحد بطبيعة الحال غيكون ديال حويجاتي، واحد غيكون ديال حويجات الزوج ديالي، هادي حاجة باينة. وهنا عندي الحمام، عندي الحمام في البيت ناس تقريبا نفسه نفس هذاك الاخر الاولاني، يعني في صالة وحدة دايرين ديال الحمام. شفتو البنات بحال نفس ديزاين، نفس كلشي نفس كلشي. شتو البنات نفس كلشي كيجي، كتبقى بلاتي نسدو هاد الطون. كيجي البيت على هاد الشكل بحال هكا، يعني كبير ما شاء الله، يعني يهز بزاف ديال الحويجات. عاد غادي نشوف كيما عارفين انا في بيت النعاس اللي كان عندي في الدار كنديرها فيه ديك الكليسه، عاد غادي نشوف واش غادي يهز ليا. كنظن الكليسه ما غاتجينيش هنا، غاتهز ليا غير الناموسيه ولا الكوافوزه الكبيره. مهم راكم غتكونوا معايا في كل شيء ان شاء الله حتى نفرشوا الدار. صافي غادي نرجعوا البنات اللي تشوفها اللي قلت لكم ديال هذا ديال هنا ديال هاد الجهه. شو كتجي الشوفة على لوطوروت، وهذه الدويره هذه. مهم انا شاركتها معكم كيف ما وعدت بزاف ديال البنات. كنودعكم في امان الله الفيديو القادم ان شاء الله. البنات تودعتكم ورجعت لكم من جديد، غادي نخليكم مع واحد الموقف طريف اللي وقع لي مع سامي. صراحه قال يعني الدار اللي كيحل فيها الدري عينيه اولا اللي كيكبر فيها وبدا يعرف فيها كتجي صعيبه باش يتفرق معها، هادشي اللي وقع لي مع ولادي. المهم غادي نخليكم تشوفوا اش وقع. شوفوا البنات شوفوا 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 اش وقع لي دابا. سامي جالس هنا وقف مع الشرجم وحادي الدار القديمه وكيقول لك نمشيو لهيه. مشيو لهيه سامي، فين نمشيو؟ نمشيو لهيه. مشيو للدار؟ يا وهادي؟ تعملت شيا شولا. هنا كاين شني ولا؟ يس. شني ولا ما كايناش؟ كاينة. اويك اويك اويك. وريني. ها انت البنات بالدليل قال لك وريني شني. هير هير. والله إلا كاين واحد الدبانة ميتة. كاينة دابا نقيو دابا نقيو. نمشيو دابا للدار الأخرى ما فيهاش دبانة. يس فيها. هادي فيها؟ يس. فين بغيتينا نمشيو؟ هير. فين؟ لا 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 توضر توضر wait فين here دارنا وديك راه ما بقاتش ديالنا، صافي راه خداوها الناس موليها راه ما بقاتش ديالنا. اوف هاي 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 لا اوف. يلا شوفوا البنات الوحله اللي وحلت انا ولدي، هذه راه اش نقول لك يا ترى مشي نقرز. اش بغيتي سامي؟ سامي غضب غضب مشى عند بابا. مشكلة والله إلا مشكلة.